بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. تحت العنوان Turn the drop down list into a multi-line list، من الدروب داون من الطبيعي انها بتكون سطر واحد، والسطر اللي انت بتضغط عليه اسمه دروب داون عشان يفتح لك مجموعه السطور اللي فيها. انت ممكن طبعا تعمل كنترول في الكلام ده وتحولها لمالتي لاين ليست علشان يكون فيها اكتر من سطر. فانا عندي السلكت بتاعتي فيها نفس العناصر اياهم، وعندي انبوت من نوع بوتون وكاتب فيه تشينج سايز القيمه بتاعه اللي تظهر عليه، ومشغل الفانكشن او عامل ايفنت اون كليك علشان اعمل تشينج في السايز باستخدام فانكشن سميها تشينج size. وديت مربط الفرس، هنزل على السكريبت بتاعي اقول change size. عايز تعمل ايه؟ عايز انادي على الاليمنت واغير السايز تبعه، تمام كده؟ الاليمنت ده تاخد اي دي، الاليمنت واخد اي دي اسمه ايه؟ اسمه ماي سيلكت. هاخده انا كوبي وانادي بقى الترتيب اللي انا عايزه، دوكيومنت دوت جيت اليمنت باي اي دي. الاي دي بتاعي كان اسمه ماي سيلكت دوت، عايز اعمل كنترول على السايز تبعها. دوت سايز ايكوال تو، لو انا قلت مثلا 4 زي المثال اللي كان موجود في المدرسه، فهرجع واروح اعمل ريفرش للكونتنت، وديت كده في عنصر واحد بس اللي ظاهر في الواجهه. لو انا عملت تشينج في مشكله، نراجع الكود تاني يا جماعه. دوكيومنت دوت جيت اليمنت باي اي دي ماي سيلكت دوت سايز ايكوال تو 4، نراجع تاني. ممكن لك اسمها تشينج سايز الفانكشن دي اسمها تشينج سايز. هو فين طيب الفانكشن؟ يا رب انا اسف والله يا شباب، فانكشن انا اسف، فانكشن اسمها تشينج سايز. فانا لو رجعت للكونتنت بتاعي عملت ريلود مش عملت تشينج، هلاقي انها اتحولت من سطر واحد لاربع سطوف وهكذا. ده بالنسبه للموديل بتاعنا اللي احنا عايزين نحاول نمثل بيه. يكون معنا واضح. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.